فهمك وجمال طرحك دكتور بكر، أنا أريد أن أسألك على بعض القضايا المستجدة مع هذه الجائحة. الآن مثال الذين سددوا رسوم 6 أشهر الأولى في الدراسة المدارس، ثم بعدها جاءت الجائحة صارت الدراسة عن بعد، هل الآن ولي الأمر ملزم أن يسدد بقية الرسوم بحكم أن الدراسة أصبحت في البيوت لم يأخذ الخدمة كاملة؟ جميل. أولاً لابد أن نرجع إلى الجائحة تعتبر من الظروف القاهرة والظروف الطارئة، نعم، وليست المستمرة، فيكون لها أحكامها وتنظيمها المؤقت الخاص بما يحقق المصلحة العامة للكل والجميع. جميل. فالجائحة وقعت على التاجر وصاحب الشركة ووقعت على الفرد، نعم، يعني ووقعت على الدول وحكومات كذلك أثرت عليها في ميزانياتها وغيرها. نعم. فأسلم وانت سالم، من ما تضرر به من المدارس مثلا بهذا الكورونا هذه الآن المدارس، نعم، طبعا هذا من وليس الأكثر، ليس هذا من، لكن لابد أن نطلع ونرجع فوق، يعني من أين أتى أولا هذا الضرر؟ الآن عندنا ضرر واقع، نعم، لكن طيب كيف نقرأه قانونيا؟ جميل. نبدأ من أين وقع هذا الضرر؟ ليس بيد الشركة، ليس بيد المدرسة، وليس بيد البشر، ليس بيد من قبض هذا المال، يعني هذا أمر الله. نعم. أي نعم، هذا خارج عن الإرادة البشرية. نعم، خارج عن الإرادة، ليس من شخص موجود نستطيع أن نتحاكم عليه ونرفع عليه الدعوة ونأخذ منه حقه إيقاع هذا الضرر. جميل. لذلك تقدر بقدرها. صدرت الأوامر الملكية، صدرت التعميمات، أصبح عندنا مجموع من الوزارات في صدور التعاميم والأوامر الملكية من الدول الملكية، أصبح عندنا توجيهات ورسم عام لمعرفة إيقاع الضرر والتعويض على من. وهنا جميل، ويقدر بقدره. فمثلا جاءت بعض المنشآت تضرر ضرر كبير، منعت بعضها ما فتح له قبل أسبوعين مثلا، هذا استمر معه الضرر. بعضهم لا، فتح بعض المطاعم مثلا هذه من بدري فتحت، فما يستطيع أن نقول مثلا المطاعم مثل الحلاقين، نعم، أهلا. جميل. أحسن. يعني لا، هذا فرجت عليه بدري، لكن الحلاق لا، تأخر مثلا. منهم المدارس، الطلبة الآن في المدارس الأهلية يدفعون الأموال في أول، نعم، السنة، وبعضهم في آخر العام، وبعضهم بعض المدارس تأخذ الأوراق، نعم، التجارية كضمان. تقول أنه جاءت الجائحة وقطعت هذا الانتفاع، وهو انتفاع الطالب بما دفعه من حق في هذه المدرسة والتعليم من حضور وانصراف، يعني يدخل يستعمل المقر هذا، نعم، صدق، ويسمع من المدرس ويراه. جميل. غير على البيت، يعني الآن التجارة الحقيقية مثل التجارة الإلكترونية؟ أبدا، يختلف. قيمة التجارة الإلكترونية أقل أرباح من التجارة الواقعية، نعم، صحيح؟ لما تشتري سلعة الآن من محل موجود أمامك تدخله وتشتري منه، ليس مثل ما تشتري من الأونلاين. صدق. الأونلاين أقل تكلفة من المحلات القائمة الواقعية. لذلك نرجع هنا نقول المدارس الأهلية إذا لم تقدر هذه الرسوم فالنظام قد حسم هذا. كيف؟ النظام قد حسم هذا. أولا هناك الضرر الذي وقع على هذه المؤسسات والشركات التي تخدم المصالح العامة قد صدر لها مقابل دعم من الدولة. حلو. جميل؟ جميل. يعني عندنا ثغرة وأغلقت وعالجتها الحكومة. هذا واحد. جميل. فهنا أنت يا صاحب المدرسة إما أنك تقول أني أقبض ولا أخرج هذا المال ورد الطلاب وأخذ الدعم، أو رد الدعم وخذ حق الطلاب. جميل. فإذا هنا الضرر، هل دفع التعويض حقه ولا لا؟ مو كله دفع.
دفع من الدولة. يعني يأخذ 50% مثلاً؟ يعني حد مو بالطلاب فقط، حتى المدرسين. حتى المدرس 40% من راتب عقد العمل تدفعه الدولة. قالت بما أن ذا خلاص أنت راتب مثلا عندي موظف عنده 10,000 راتبة، أنا أتحمل 4,000. حلو ممتاز. جميل، لكن لا يتأثر عقد العمل. أو أنت يا صاحب العمل إذا كنت من المنشآت التي لا تعمل، هنا لك حق أن تقلل فقط 40% من الراتب. حلو. لا تزيد. ليه؟ لأن الحكومة نفسها هي اللي قدرت هذا الضرر وجعلته ورأت أن 40% ونحن نعوض، وهذا من الجهود العظيمة. جميل. أي لذلك الآن لا زال بعض أولياء الأمور، ولا زالت حقيقة يعني مسألة شائكة إلى الآن في التطبيق، وإلا هي في النظام واضحة. وكثير من التجار غير المدارس، التجار العقار، وهم يعني اللي نبي نقول إذا في ضرر أول من يتضرر صاحب العقار، لأنهم درس المدرسة هذه قد تكون مستأجرة هذا العقار أصلاً، فأول ما يتضرر من هذه الأمور والشركات والمحلات كلهم أصل ضرر من العقار. فكثير من التجار بادروا مبادرات رائعة جداً وقاموا بإيقاف احتساب المدة الإيجارية إلى أن رفع الحظر عن هذه المنشأة، ثم بدأوا باستكمال المدة الإيجارية هو إيقاع الإيجارة. هذه مثلها. أنا طالب مستأجر هذا، مستأجر كرسي في المدرسة، صح، وحصل ظرف وما جيت، أنت ما شغلت يا صاحب المدرسة كهرب، ما شغلت مكيف ولا مكيف ولا شغلت لمبة ولا جبت عمال نظافة ولا دفعت تكاليف كهرب ولا ما ولا شيء. تمام، فلماذا تأخذ وعوضتك على ذلك الدولة؟ مبارك يعني جهود مباركة متكاملة سدت هذا الضرر والخلل، فلماذا أنت يا تاجر لماذا لازلت تقبض هذه الأموال وترى أن في إخراجها صعوبة؟